قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به. قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. اللهم فاطر السماوات، أسأل الله لمن حفظ هذا الدعاء النبوي وعمل به من هذه الليلة أن يقيه الله شر نفسه وشرور نفسه وشر الشيطان وشر الشركة، وأن يقيه شر الدنيا والآخرة. قولوا آمين. ومن قال آمين ولو عبر الشريط ولو عبر التسجيل، أسأل الله لمن سجل ووزع الشريط ووزع الخير وبلغ الخير أن ينظر الله وجهه وأن يجري ثوابه كما أجرى أنفاسه، فإن الدال على الخير كفاعله وفاعله من أهل الجنة بإذن الله ومشيئته. قل إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان الرجيم وشركه وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. هذا الدعاء النبوي من قاله أجاره الله من شر نفسه، كفاه الله من نفسه، وأجاره الله من كيد الشيطان، ولم يقع في الشرك ولا في شرك المعاصي، وعاش بخير ومات بخير.